خمس سنين ب 10/8/2012 هاي أسعد نقول على يوميا قصنا صابتنا أسد شميحة الأسلحة الصغيرة كيف الصواريخ هاي نحن بشهر رمضان الفضيل وما أنا بوصفنا لا حول قوة إلا بالله هاي محل ما نزل صاروخ هون محلات سوق الحمص القديم سوق الأسرة هاي قصفت لا حول قوة إلا بالله حسب الله ونعم الوكيل لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم هاي المحلات كلها أسرية سوق الأسرة انظروا يا عرب شحل بنا زلم الأسد بالشبيحة أبو خسفنا لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم حسب الله ونعم الوكيل لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم هاي أسد نمرة لا حول قوة إلا بالله هذا بعنا لا حول قوة إلا بالله هاي مكان الحمد لله الحمد لله